مثل ما كنت حكيت يعني بلشت بال 98 كارتينج بلبنان، كانت مثل مش امبوسيبل يعني، ما كان عنا ولا حلبة بالدول العربية، ما كان عنا ولا يمكن كان عنا سيركت كارتينج واحد بس. بس من بعد 3 سنين كارتينج هون حتى ما عملت كل الشامبيونشيب لأنه ما كانت منظمة بشكل كتير منيح، قررت روح على فرنسا عملت كول دي بيلوتاج تسلية، عملتها حبيت الفكرة، جرب جيب سبونسر بسنتين لجرب جيب سبونسر من ما كان حدا يفهم انه معقول اوصال، ما كان حدا يصدق اني كانوا يضحكوا علي. anyway بال 2003 اجاني مثل دعم مادي صغير لاروح اعمل تيستينج، عملت تجارب مع فريق بروفيشنال فورمولا رينو يلي هي ستيب من بعد الكارتينج، كان التستنج كان كتير منيح، عرض علي انه ضلك هون بعد عنا اول ريس بالتشامبيونشيب بعد جمعه بس جيب سبونسر واعمله، ما قدر جيب سبونسر، بقى زبطنا انه نبيع السياره تبعولي كان جيب ليها بيي، بس بعد سيارة دفعنا اول سباق كان سباق كتير منيح جيت فيه خامس، اعطينا يعني مثل دعم مع الفريق.